بسم الله الرحمن الرحيم. اخباركم؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ يرمينا بورو راي جروه هاي عجبسو بيلك المو باشي منير صفحه معا من اجل اسوان رد ملي جواري موضوع وتير دور باين اكو موضوع دور دور باجي داجي تلقى موضوع وتين دور باين هاي جديد عجبه من كاي من نادي بر بتجري بنقر أنا بلد كير أو مدينة أو تجرق بكاشر أما موضوع النظافة دي جواري إن عادي من السلوك ما يعني راه عادي من اللي شقة كالي سندويشات كالي الجيري كورنيج دكور كالار كي اللفة سيجارة النيل جواري أردر علبة سيجارة دي كاور كي أردر اللفة مش معقول عامل نظافة جواري كل واحد نجابك بتاين منو تاني نجابك اللي ما ننجر انقالك حصليكم وغير كده عدمين شعرتي بهد التكبورة مجارب انقو ايش اما ديب كواري ستينات رتو تن بنية تحتية غير غيرتكم الحمد لله حاليا تجديدك كجور بنية تحتية يعني مسم وبنية تحت مجاري تشنقلي الستينة غيره إلا لاحظي طريق السماتكي بداية قرص فر ابتدوس قلب من يجي ان تطوير السوق السياحي قلبه منير حديقة السلام من الكورك درة النيل من الكورك قلب شرق البندرنا ان مجاري هو ان قالي كونغي الجديدير كتر خيرهم تصميم منين دقي كورنيش دقي كورنيش الجديد دقي منصر قلبه تصميم جامع طابنا حوالين ملي غيري بتطوير شغلابه كوبري سيل دي جواري سيل دي كوبري سيل دي زمان تونا حكيرو ام ستاك باورا ستاك باورا نندي الى كب باورا قلبة مولي وكو سيل باورا برد اما ليش اغلي بور بس صبر كوزي ولا شبك لبك دام شبك لبك وبين الخلصات دام ننقلي ولا فنو سحري كي زمان ترس يعني رجاوة ميكو ويرو بالنسبة للناس اللي بيتكلموا على المغتربين والسودانيين و الواحد ما يقدرش يتكلم في الموضوع ده خالص أنا كمغترب ما أقدرش أتكلم ما أنا مغترب برضو في دولة أجنبية ولعلمكم إن أي واحد يتكلم على موضوع المغترب يروح حد يبلغ عليه في الشرطة دي مشكلة مشكلة ما فيش بعد كده هتتضر في الشغل حاجات كتيرة هتبقى في الفايل بتاعك في العمل علشان كده بنقول اصبروا أسوان بترحب بالكل أسوان مدينة يعني تختلف عن أي مدينة ميزتها إنه فيها ثقافات متعددة زي مدن أوروبا ده علشان كده كتبت امبارح كلمة أوروبا كل لقيت لك بتاع 200 كومنت انت بتقول أوروبا تعالى شوف الشوارع لا الشوارع في فرق بين شوارع أوروبا وشوارع أسوان شوارع أوروبا سلوك ناس وشوارع أسوان سلوك ناس أنت مثلا في أوروبا بتاكل مثلا إيه سندوتش ما بترميش الورق كده على الكورنيش زي أسوان بتشيل في الشنطة معاك الورق أو بتدور على صندوق زبالة نفس النظام في السجاير ارمي في أي حتة في أسوان لا في أوروبا بيدور على المكان الخاص بالتدخين وتروح ترمي السيجارة بتاعتك فرق كبير خالص بالنسبة لنا في أسوان احنا عايزين واحد يمشي ورانا تاكل سندويش قبل ما ترمي الورق الراجل يقول لك اه لو سمحت اديني الورق او اديها لك في الزبالة بعد ما تخلص السيجارة الراجل ينتظرك ياخد السيجارة ويروح يطفاها لا تعدى علي عمارة كده في أسوان هتلاقي المدخل مزبلة وانت قبل ما تطلع فوق لشقة اي واحد زميلك اعرف ان ده سلوك الناس سلوك السكان اللي ساكنين في العمارة مش عامل النظافة عامل النظافة مش هيجي لك لحد المدخل العمارة وينظف لك لا اللي رامي السيجار والبواقي الخضار والفاكهة السكان وهم عاجبهم يقول لك انا مالي ده مدخل العمارة ده مش شقة مدخل العمارة ده عنوانكم عنوان السكان اللي ساكنين في العمارة
وبالنسبة البنية التحتية في أسوان، الحمد لله ده شغل جامد شغال في أسوان، عمرها ما فكروا يعملوه قبل كده. نفس المشاريع اللي شغالة زي طريق رصف طريق السماد وتقوية البنية التحتية من المجاري والمياه، وتطوير كورنيش الجديد، وتطوير منطقة الطابية، وكوبري سيل كانت حلم صراحة. كوبري سيل من كام سنة الناس قاعدين يقول كوبري سيل، ابتدوا يعملوا كوبري سيل ومول السيل، ودخلوا في حديقة درة النيل وحديقة السلام اللي كانت مزبلة للمواشي، اهو الحمد لله شغالين تطوير. وشرق البندر فيه تاني، وتصميم الكورنيش الجديد. أنا كابن من أبناء أسوان لازم أنتصر، مبسوط إن التطوير ده شغال. ليه؟ من الستينات ما كانتش في بنية تحتية، تطوير في البنية التحتية كانت علاج بس، شوية شغل كده وتسليك مكياج كده على الفاضي، يعني لون أبيض وأسود على الكورنيش خلاص. لا دلوقتي بقى في بنية تحتية صح، شغالين شغل جامد. يا ريت تدخلوا في صفحات الأستاذ عبيدة محمد أو الأستاذ عز الدين عز الدين أو الأستاذ عبد الله مشالي والأستاذ محمود الملا وعصمت الأستاذ عصمت والأستاذ علاء عوض، ادخلوا في صفحاتهم تابعوا التجديد في البنية التحتية. بس انتوا مش فاضيين، كل واحد يدخل في الفيسبوك يشوف بوجي وطمطم ويطلع. أنا مش عارف إزاي 10 مليون مشترك في فيسبوك من أسوان، والكومنتات والتعليقات يمكن بتبقى من 200 أو 300 واحد بس. ليه؟ أنتوا عارفين السبب ليه؟ أكتر الناس اللي مشتركين في أسوان في الفيسبوك بيبصوا بعينيهم بس، بس ولا بيعملوا كومنت كويس، ولا يعمل مثلا كومنت كلمتين إزاي لا طيب، مفيش نقاش. يبص ويطلع. ربنا يوفقكم ويوفقنا يا رب، واحنا بنستعد لصلاة الجمعة. جمعة مباركة عليكم. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، ويحيا السيسي. إن فياتك